مساء الخير. بدأت نظرية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا من المنصات التابعة لحركة كيو أنون الأمريكية اليمينية، والتي تحدثت عن وجود مختبرات حيوية في أوكرانيا وعن خطورة تسرب الفيروسات والأمراض المعدية منها. ومن ثم توالت التقارير عن دعم وتأسيس الولايات المتحدة لعشرات المختبرات الحيوية في أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية سابقاً أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإنشاء 30 مختبراً بيولوجياً في أوكرانيا تشمل فيروسات تسبب أمراضاً خطيرة، مشيرة إلى أنها قامت بتدمير بعضها. ما هي حقيقة وجود هذه المختبرات؟ وما مدى خطورة ما فيها إن وجدت؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع الليلة معنا من موسكو الخبير السياسي الدكتور ألكسندر غورنوف من سياتل في ولاية واشنطن، المستشارة السابقة للرئيس أوباما لوري واتكنز، وأيضاً في القسم الثاني بانتظار الأستاذة لوري. سنغوص في جانب طبي، سيكون معنا من ليون اختصاصي علم الفيروسات والخبير السابق تحديداً لدى منظمة الصحة العالمية الدكتور يحيى مكي، ومعنا من القاهرة عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى والاستشاري السابق لمنظمة الصحة العالمية وائل صفوت. أهلا بك دكتور أيضا معنا إلى حوار بلس الليلة. دعونا نبدأ من الشق المتعلق بالمعلومات التي نعرفها حتى الساعة، أو بالاتهامات لربما المتبادلة، وأبدأ من الدكتور غورنوف من موسكو معي الليلة. يعتبر دكتور البعض أن روسيا حضرت لسنوات للادعاء بأن الولايات المتحدة أنشأت مختبرات للحرب البيولوجية في أوكرانيا، وطبعاً غيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة. كيف يمكن لموسكو التأكيد اليوم على وجود هذا النوع من المختبرات؟ شكرا جزيلا لاستضافتي ودعوتي لبرنامجكم. أولا أود أن أقول بأن روسيا تدرك بأن الولايات المتحدة كانت قد أنشأت نفس المنشآت ليس فقط في أوكرانيا ولكن في 36 دولة في العالم، من ضمنها بعض الدول المجاورة لروسيا. نعم، نحن لا نعرف ربما الأبحاث التي تقوم بها تلك المختبرات، ولكن ما وجدته القوات الروسية في المختبرات التي اكتشفوها في القرم سابقا والتي كانت جزءا من أوكرانيا والتي هي الآن جزء من روسيا، كانت هناك مختبرات وجدناها، وأيضا المختبرات في أوكرانيا التي استولى عليها الجيش الروسي مؤخرا. في تلك المختبرات كانت هناك أعمال وأبحاث يقام بها للعمل على فيروسات، وطبعا سأذكر هنا مثلا روبيلا والدفتيريا والربو والعديد من أنواع الفيروسات. المسؤولون الأوكرانيون وإحصائياتهم تقول بأن عدد حالات، طبعا ذكرت بعض الأمراض هنا في أوكرانيا، قد ارتفعت 5 مرات في العامين الأخيرين، وأيضا في على مقربة من تلك المختبرات. وفي تلك الأماكن التي كانت المختبرات موجودة فيها، روسيا لديها وثائق، القوات الروسية استولت على مستندات ووثائق وأدلة داخل تلك المختبرات والتي هي مستعدة لتقديمها إلى العالم. دكتور غورنوف، سأعود معك للحديث عن هذه الوثائق اللي تحدثت عنها موسكو، والتي على أساسها طلبت جلسة خاصة في مجلس الأمن مع بداية هذه العملية العسكرية. لكن الأستاذة لوري باتت معنا الآن ونرحب بها من سياتل. لوري أهلا بك. الإدعاءات يقول الأمريكيون أنه تم إحياؤها كجزء من غزو أوكرانيا، كيف تستفيد القوات الروسية من ذلك إن تؤكدون لنا الأمر؟ وما مدى التأثير الذي يمكن أن يتركه ذلك على مسار الحرب الحالية؟
أنا لا أرى أي مصلحة لروسيا في أن تدعي هذه الادعاءات السخيفة. طبعا قبل كل شيء تحياتي لك ولمشاهديك وشكرا لاستضافتي. لا أعتقد أن روسيا تستفيد من هذا، لأن الحقيقة ستظهر، سنرى ربما لاحقا اليوم، فالأمم المتحدة ستصوت على إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان. وطبعا هذه خطوات يقوم بها المجتمع الدولي، خطوات قوية، وهناك تداعيات، وسيدفع بوتين والروس لقاء هذه جرائم الحرب والانتهاكات والفظائع التي حدثت. هذا كله لعبة طبعا من مجموعة كيو أينون هنا، التي طبعا تشن حملات بشأن هذا الكذب، وبأن هانتر بايدن له صلة بمختبرات بيولوجية في أوكرانيا. طبعا يمكن أن أخوض في التفاصيل أكثر، لماذا الروس الآن يحاولون أن يستعملوا هذه الروابط التي يقولون إن هانتر بايدن يعمل عليها؟ هانتر بايدن يعمل لدى مؤسسة استثمارية، وطبعا هو قد استقال بسبب بعض الأمور، ولكن القول بأنه جزء من هذه المؤامرة، وكان هناك برنامج أنشأه البنتاغون والولايات المتحدة لمساعدة الجمهوريات السوفيتية السابقة لأن تتحول أو تحول مختبراتها السابقة من الوقت السوفيتي إلى مختبرات حديثة، وذلك البرنامج يخفض المخاطر لتصبح متطورة وتخدم الأغراض المدنية. وفي ذلك الإطار كان هناك متقاعد أو طرف متقاعد اسمه مايا باديكا، والذي سهر على ذلك العمل من مؤسسة استثمارية، وهم حصلوا على أموال منها، وهي نفس المؤسسة التي ينتمي إليها هانتر بايدن. كان هذا الرابط الوحيد الموجود في الحقيقة، والروس يحاولون أن يدعوا بأن هانتر بايدن أو ربما الرئيس بايدن منخرطان في هذه الحرب البيولوجية في أوكرانيا. ولهذا لوري فقط للتوضيح، اعذريني على المقاطعة وسنعود إلى هذه النقاط معك، فقط للتوضيح، ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي توجه اتهامات من هذا النوع للجانب الأمريكي، وسأعود معك بعد قليل الاتهامات التي وجهت بالعام 2018. دكتور غورنوف، الجلسة الطارئة اللي كنت قد ذكرتها قبل قليل عقدت في مجلس الأمن بطلب من روسيا لبحث ملف الأسلحة البيولوجية. خليني أسألك، ما الذي حققت، ما الذي توصلت إليه؟ وروسيا أكدت على حصولها كما ذكرتم لنا على وثائق جديدة خلال عملياتها العسكرية الحالية، ما هي هذه الوثائق البعيدة عن الأمراض التي نعرفها؟ روسيا قد قدمت هذه المستندات إلى المجتمع الدولي، وهذه المستندات تذكر مثلا فواتير أو رواتب هؤلاء الذين يعملون في البنتاغون. وأيضا أذكر السيدة واتكنز، وهي قالت نعم بأن البنتاغون والمؤسسة الاستثمارية التي يعمل فيها ابن بايدن بأنها استثمرت أموالا في تلك المختبرات. وهناك شخص آخر أيضا اعترف بوجود هذه المختبرات، هو السيدة فيكتوريا نولاند، وهي طبعا نائبة وزير الخارجية. حين تحدثت أمام لجنة للخارجية في الكونغرس اعترفت نعم بأنه نعم كانت هناك مختبرات بيولوجية، وبأنها لم تكن متطورة، وقالت بأننا نفعل كل ما في وسعنا حتى لا نجعل أو لا نسمح للروس بالوصول إلى أو الحصول على النتائج التي توصلنا إليها في تلك المختبرات. لو كانت هذه مثلا أدوية للسعال فلم تكن الولايات المتحدة لتقلق بشأن حصول روسيا على تلك على نتائج تلك الأبحاث. وأود أن أضيف أيضا بأنه نعم، فالسيطرة على تلك المختبرات البيولوجية لم يكن السبب لماذا بدأت روسيا عملياتها الحربية في أوكرانيا. العملية الحربية استفزت
أعزتها الولايات المتحدة التي كانت تفعل ما في وسعها لجعل أوكرانيا دولة كبيرة أو قاعدة حربية معادية لروسيا. وبعد أن قال الرئيس زيلينسكي بأنهم يعملون على الأسلحة البيولوجية وربما سيحصل على سلاح نووي، روسيا قالت بأن هذا يكفي، وهذا كان السبب لماذا بدأت روسيا هذه العملية وليس محاولة تدمير أدوات البيولوجية. البعض تحدث عن ذرائع دكتور غورنوف، وهذه لربما واحدة من ما رأى فيه الغرب لربما هذه الذريعة اللي كانت أو أرادتها موسكو للبدء بهذه العملية. لوري، سبق لروسيا كما ذكرنا أن اتهمت بال2018 الولايات المتحدة بأنها أجرت سراً تجارب بيولوجية، وإذا كنت تتذكرين معي بمختبر بجورجيا. كيف واجهت واشنطن ذلك؟ وإلى أي مدى إنشاء الولايات المتحدة برنامج الحد من التهديد البيولوجي بتسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي نجح بتحقيق هدفه طوال هذه الفترة؟ شكرا لاستضافتي. السؤال لي. نعم 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 لوري. شكرا للرد، لتحت الفرصة للرد. أود أن أقول بأن البرنامج الذي وصفته والذي كنت أقرأه، وطبعا شكرا لسماحي لي بفعل ذلك لأنه نفس اللغة أو الخطاب الذي جاء من السياسيين من وزارة الدفاع الأمريكية وما فعله ذلك البرنامج ولماذا ذهبت تلك الأموال. طبعا الدكتور غورنوف قال أو قال بأنني أنا مثلا وبأن السيدة نولاند قالوا بأن هناك استثمارا. لا أحد خالف ذلك. هذا نعم قد حدث، هذا استثمار، ولكن هذا لا يعني بأن كل القصة التي تذكرها روسيا والتي يقولها الدكتور غورنوف بأنها حقيقية تماما. لم يكن هناك أي دليل يظهر ما قاله السيد أو الدكتور غورنوف. إذا كان جزء حقيقيا فهذا لا يعني بأن الكل حقيقي. فأعتقد بأنه ما ضيعه الدكتور غورنوف هو أن العالم كله ينبغي أن يكون قلقا بأن هذه المختبرات إذا لم يتم التعامل معها بطريقة ملائمة، وإذا كانت هناك مثلا فيروسات ينبغي أن تدمر، لأنه لو حصل الروس على تلك المختبرات يمكن أن يستعملوها ليس فقط ضد الشعب الأوكراني ولكن من يعلم ربما ضد العالم في حرب بيولوجية أو كيماوية. فهذا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد، وهذا ما منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلفاؤنا قلقون بشأنه الآن. وهذه المعلومات من الأخبار المضللة التي تأتي من روسيا سخيفة بشأن المختبرات وهانتر بايدن، ولذلك اخترنا لوري واتكنز أن يكون الجزء الثاني من حوار بلس لهذه الليلة جزءا طبيا بامتياز. شكرا جزيلا لضيفي من سياتل في ولاية واشنطن المستشارة السابقة للرئيس أوباما لوري واتكنز، وأشكر ضيفي من موسكو الخبير السياسي الدكتور ألكسندر غورنوف.